تشعر كأنك بالجنة. يمكنكم السباحة على طول الشواطئ، فيه شواطئ مختلط وشواطئ خاصة للمحجبات للنساء. يزورها 1.5 مليون سائح في السنة. مرحبا، أنا يسرى من شركة عمران تور. مرحبا، أنا يسرى من شركة عمران تور. اليوم سنتجول في مدينة شنارجوك المعروفة بلؤلؤة مرمرة، حيث تقع مشاريعنا جنة يلظة وجنة شنارجوك. سنتعرف على أجمل أماكن سياحية وأفضل مطاعم وأجمل شواطئ، حيث تقع شواطئ مخصصة للنساء. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. لماذا تسمى شنارجوك بلؤلؤة مرمرة؟ لأنها جنة كاملة بشواطئها وأسواقها ومحلات التجارية وأماكن السياحية، حيث يزورها 1.5 مليون سائح في السنة. وكان يطلق عليها كيو خلال فترة يونانية، تعني مدينة ذات هواء نقي. وفي وقت لاحق سميت شنارجوك بسبب كثرة الأشجار الدلب. الدلب يعني شنار. وهي قريبة من إسطنبول وبورصة وكوجيلي ومدن محيطة بها، وهنا مركز إيدو للمواصلات ونقل البحري. تحتوي أماكن للتخييم والأنشطة، يمكنكم السباحة على طول الشواطئ، وهنا ألعاب مائية. والآن سنتجول حديقة كوزا القريبة لمشروعنا جنة شنارجوك. تشعر كأنك بالجنة مع أصوات الطيور ومساحات الخضراء وهواء نقي. فيها أشجار الزيتون وأشجار الجوز وأشجار التوت وأماكن خاصة لألعاب الأطفال. Murat Bey, buranın tanıtımını bize yapabilir misiniz? Tabii. Biz burayı 2005 yılında ailemiz olarak kurduk. Ailemiz çalışıyor. Genelde kardeşlerim, eniştelerim hep beraber çalışıyoruz, yeğenlerim. Yiyecek olarak pide, lahmacun, ızgara çeşitleri, sabahları kahvaltı, gözleme çeşitleri, daizimo, rahm ediyoruz. El yapımı olarak mantılar, gözlemeleri hep kendi özel açma yapıyoruz. Dışarıdan birçok ürün kullanmıyoruz. Hep kendi ürünlerimizi şey yapıyoruz. Sebze bölümlerimizdeki ürünlerin hepsi kendi organik ürünlerimiz. Peki şirket tarafımızdan gelen müşterilere özel indirim yapılacak mı? Tabii ki %20 gibi bir indirim yapabiliriz. Teşekkür ederiz Murat Bey. İnşallah tekrar geleceğiz. İnşallah bekleriz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. الجميل في هذا المكان لديهم أرض زراعي وخضروات كلها طازجة. لديهم بعض الأكلات، والآن سأجرب بعض الأصناف التي قال عنها سيد مراد.
الأماكن السياحية كثيرة في تشنارجك، مثل تشويقية، شلالات، هضبة إريكلي ودلمجة. ممكنكم الزيارة هذه المدينة. وفي كمان أسانكوي. أسانكوي فيه شواطئ مختلط وشواطئ خاصة للمحجبات للنساء. وأيضا تستطيعون تستأجرون البيوت يوميا للقضاء العطلة. أنا أنصحكم بزيارة هذه المدينة. وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. مع السلامة. إلى اللقاء.